زيادة الدعم الحكومي وخفض سعر مادة الفارينة الموجهة للمخابز هي أهم المقترحات التي خرج بها اجتماع المكتب الوطني لاتحاد الخبازين بممثلي وزارة التجارة، خصوصا بعد خروج النتائج الأولية للتحقيق حول تكلفة الخبز والمقدرة ب 12.5 دينار للخبزة الواحدة. بعد ارتفاع المؤخر الاخير نتاع المواد الاوليه والارتفاع نتاع البنزين والمازوت راح يكون في الاسبوع الجاي يعني بدايه جوية ان شاء الله، كان دراسه قامت بها وزاره التجاره على مديريه التجاره في 6 ولايات من ولايات الوطن ما بتنسيق مع خبازين في مخابز. غدا وبعد غدا ان شاء الله جاتنا النتيجه الاولى نتاع ولايه قسنطينة. النتيجه تكلفه طلع يعني كانت 12 دينار ونص دو 50. دونك حنا الفارينه حاليا دير 2000 دينار. دونك حسب الشيء اللي مفاهنا يعني من الوزاره يعني قلصوا سعر الفارينه حتى يوصلوا للمستوى وين الخباز عنده هامش ربح. مثلا 150 ربما 50 ربما 60 ربما 70 ربما اقل ربما كذا حتى يعني هذا اساس الخباز يكون عنده هامش ربح لائق. خفض حجم العجين لاقل من 250 غرام للخبزه الواحده كان من بين مقترحات الخبازين لممثلي وزاره التجاره. احنا هنا في دي بروبوزيشن هذه تاع قالوا تاع نقصوا تاع العجين نشوفوا احنا ماذا بينا الدوله تشوف لينا لي شارج اون بروبوزي ينقصونا في لي شارج التريسينتي الغاز اللي كنا نخلصوها زاد الى دوبلي لافارين ينقصونا فيها قبل كنا نخلصوها اون 96 كنا نخلصوها 130 درهم كنا نخلصوها 375000 لا 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 الكرتونه تاع 10 كيلو. زيادة الأعباء والتكاليف على الخبازين جعلهم يطالبون برفع هامش الربح أو زيادة الدعم الحكومي في المواد الأولية لصناعة مادة الخبز، ففي ظل إمهال اتحاد الخبازين لوزارة التجارة حتى 10 من شهر جون بالداخل قبل اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، هل ستنأى حكومة يحيى بنفسها عن إيجاد حلول للملف ويكون المواطن هو أول من يدفع ثمن الزيادات؟